ترى بعد الشيوع الخبر لاعتقال سعيد الناصري رئيس الوداد، بدأ الحديث ينصب حول مستقبل النادي الأحمر للاستحقاقات المقبلة، وحاول البعض ربط مصير سعيد الناصري في القضية المتابع فيها بالوداد، لأن الرجل كان يتحكم في كل دواليب هذا الفريق. وهناك ملفات كثيرة، كما هو الحال بالنسبة لقضية انتدابات لا تحتاج إلى أي تأخير. وقال عبد الإله محب صحفي رياضي في أحد التصريحات: القاعدة العامة تؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومن هذا الباب فإنه لا يمكن الحكم على سعيد الناصري إلا بعد الجلسات المحاكمة. وأكد عبد الإله محب أن الوداد كبير على أي شخص، سواء تعلق الأمر بسعيد الناصري أو غيره، لأن للوداد رجالاتها الذين من اللازم أن يظهروا حاليا في الصورة كي يحافظ الفريق على توهجه المحلي والقاري. وأضاف أنه حاليا هناك مجموعة من الملفات العالقة في فريق الوداد لها علاقة بانتدابات، ومن المفروض الحسم فيها مستقبلا. وبدورها ذهب سعيد رزقي مدرب محترف في اتجاه نفسه، مؤكدا أنه في ظل احترافه لا يمكن ربط الفريق بأي شخص، لأنه رهين بالانتخابات، وأن الفريق في هذه الحالة يكون مؤسسة قائمة على توجهات تحدد مستقبل الفريق. وأضاف ذات المتحدث أن الوداد ليس هو سعيد الناصري، وقال: رغم نجاح سعيد الناصري مع الوداد في السنوات الأخيرة، فإنه لا يمكن ربطه بالفريق الذي له تاريخ طويل، ويتوفر على مجموعة من الشخصيات القادرة على تكوين لجنة حتى انتخاب رئيس جديد مستقبلا. وتمكن سعيد في السنوات الأخيرة من خطف الأنظار بسبب ما حققه الوداد، وخاصة الفوز بعصبة الأبطال الإفريقية في نسخة